السلام عليكم. العدالة الانتقالية في اليمن ملف مفتوح منذ ثورة 11 من فبراير، الملف الذي تضمن العديد من الجروح المفتوحة أيضا، مضاف إليه التركة الثقيلة للانقلاب من انتهاكات حقوق الإنسان الذي مارسه تحالف الانقلاب بحق المدنيين، ما جعل العدالة ضرورة إنقاذية ولم تعد مجرد مطلبا شعبيا عادلا فقط. تشمل العدالة الانتقالية سلسلة من الإجراءات أو السياسات التي يمكن أن تسن في مرحلة تحول سياسي، كما كانت مرحلة التحول السياسي في الحوار الوطني، وكما هي لحظة المشاورات السياسية في الكويت الآن. وتتم العدالة الانتقالية بين فترة عنف وقمع إلى فترة استقرار سياسي. ومع بروز المشاورات السياسية في مشاورات الكويت، يجري الحديث عن توافق بمعزل عن العدالة، وهو بمثابة تشجيع القتل على استمرار ارتكاب الجرائم والقتل مستقبلا وتحايل على حقوق الضحايا. والواضح أن ثمة قوى دولية تسعى للخلاص من الحرب اليمنية بغرض إخماد النار دون معالجة أسبابها وترحيل الأزمة للمستقبل، لتصبح اليمن نموذجا انقساميا خاليا من العدالة كما في بعض دول المنطقة. وهنا تطرح أسئلة العدالة نفسها، ماذا يعني التوافق والسلام الذي يتجاوز حقوق الضحايا ويمضي دون إزالة المتورطين من المشهد؟ ما خطورة القفز على المواثيق والشرائع الإنسانية بالعفو السياسي؟ وهل تتكرر تجربة الحصانة السياسية كما حصل في 2011 ليتم إعادة إنتاج الجريمة السياسية والمجرمين؟ نحاول أن نجيب على هذه الأسئلة في مسائنا لهذا اليوم، فدعونا أولا نذهب لمشاهدة هذا التقرير. العدالة الانتقالية التي عطلتها الحرب هي التعبير الملائم للحالة طويلة الأمد من الانتهاكات التي جعلت الإنسان في اليمن ضحية النزعة المتأصلة لدى أولئك الذين اعتقدوا أنهم لم يستفيدوا بعد من إمكانياتهم العسكرية في حسم ما لا يمكن حسمه إلا بالاتفاق والشراكة. لا يوجد توقيت دقيق لحسم الأزمة المستعصية في البلاد، إن بالخيار السياسي أو بالخيار العسكري، رغم التوقعات المتفائلة الصادرة عن المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد الذي يرعى مشاورات سياسية صعبة في الكويت منذ أكثر من شهر. ما إن كاد حبر وثيقة الحوار الوطني الشامل أن يجف حتى نقض طرفان أساسيان في هذا الحوار هما المخلوع صالح وميليشيا الحوثي هذه الوثيقة، وقاد البلد إلى جولة جديدة وأكثر عنفا ودموية وأشد فتكا بقيم التعايش، وأبلغ تأثيرا في هدم البنيان الوطني وتمزيق النسيج الاجتماعي والنيل من الهوية اليمنية. لم يكن توصيف ما وقع منذ أحداث دماج وصولا إلى هذه المرحلة إلا أنه حرب أهلية طاحنة حركتها وغذتها عصابات الحرب بأسلحة الدولة وإمكانياتها، فكانت هدما على هدم وخرقا واسعا في النسيج الوطني يصعب ترقيعه بدون إعادة إحياء قواعد العدالة الانتقالية التي حاول هؤلاء طمسها بالحرب وبالشروع في مرحلة جديدة من الشرور المتولدة عن خطيئة الاستيلاء على السلطة بأي ثمن. على استحياء طلب وفد الحكومة إلى مشاورات الكويت بإنهاء الدور السياسي للمخلوع صالح وزعيم ميليشيا الحوثي، طلب وصفه مراقبون بأنه يصطدم بشكل مباشر مع متطلبات إنقاذ قواعد العدالة الانتقالية بحق مجرمين أدينوا دوليا بإعاقة عملية الانتقال السياسي، بل وتورطوا في حرب حصدت الآلاف وشردت الملايين وأدخلت أكثر من نصف سكان اليمن في دائرة الفقر والعوز. الحرب هي واحدة من صور المواجهة مع قيم العدالة، والسؤال الذي يبدو مريحا اليوم هو ما الذي تبقى من العدالة بعد هذه الحرب الطاحنة؟ سؤال يترتب على الإجابة عليه فهم طبيعة ما يجري، لكن حقيقة واحدة لا يمكن تجاوزها، وهي أن السلام في اليمن مرهون بتطبيق قواعد العدالة التي لا يجب أن تدع فرصة للقتلة والمغامرين لممارسة هوياتهم المفضلة مجددا، أو تبقي مذبح الحرية مخضبا على الدوام بدم المؤمنين بحق الإنسان في الحياة، وهم الجزء المضيء من مجتمع اليمن الذي أنهكته الحرب.
إذن مشاهدينا الكرام، لمناقشة العدالة الانتقالية القيمة الغائبة في اتفاقات السلام، سيكون معنا هنا في الاستوديو الأستاذ الدكتور عبد الباقي شمسان، أستاذ علم الاجتماع السياسي في جامعة صنعاء. مساء الخير أستاذ. مساء النور، أهلا وسهلا. دكتور عبد الباقي، لو بدأنا يعني نقل شرح تبسيطي للمشاهد حول العدالة الانتقالية وأهميتها. العدالة الانتقالية كما تعلمين هو مفهوم، يعني سنحاول نبسط بشكل يعني حتى نفهم ما معنى عدالة. طبعا العدالة هنا لا تعني العدالة القضاء، العدالة هنا هو يعني بمعنى تحقيق العدالة عبر لجان مؤقتة. فاكتشف العالم يعني في فترة من الفترات من تاريخه منذ السبعينيات خاصة أن للحروب وللنزاعات آثار متراكمة، ليس فقط على الأفراد والجماعات بل أيضا على المجتمع، من حيث تمزيق المزيج الاجتماعي، من حيث الصراعات وإدخال المجتمع في دائرة عنف. بمعنى اكتشفوا أن يعني عدم المصالحة مع الذاكرة وعدم إعادة الاعتبار للضحايا يؤدي إلى صراعات دائمة وإلى فراغ من العنف المتراكم الذي يؤدي إلى لا استقرار. فكثير من الباحثين تحدثوا أنه بدأت العدالة الانتقالية منذ بعد الحرب العالمية الثانية مع محاكمة نورنبرغ. أنا أتحدث عن التحول منذ يعني منتصف السبعينيات ثم إلى 83 في الأرجنتين، ثم في وبعدها انتقلت إلى السلفادور، إلى جنوب أفريقيا 95، إلى المغرب 2003 وهكذا. بالتالي أين المشكلة؟ حتى الأمين العام يعني أصبح حتى الأمم المتحدة تولي اهتماما لهذا. اكتشف العالم أنه هذه الآلية تسمى هكذا، هي مقاربة، محاولة إلى إقامة العدالة والمساواة بآلية قضائية وغير قضائية للمجتمعات التي عاشت نزاع أو مارست السلطة عليها عنف، اختفاء قسري، تعذيب إلى آخره. بالتالي أي مجتمع من المجتمعات مر باحتراب بين الجماعات، أو الدولة مارست كثير من الاختفاء القسري والتعذيب والقتل كما هو حال اليمن، نحن نعيش كل التجربة. بالتالي هذه آلية من آلية ربما دكتور ظهر هذا المصطلح في اليمن منذ 2011 في ثورة فبراير. أنا كتبت يعني بدأنا يعني الناس يستوعبوا معنى العدالة الانتقالية وضرورة وجودها في وقعت لم يكن في 2011. كان لقد قمت بالدراسة أنا الأمم المتحدة في هذه الفترة، كان الأمم المتحدة في اليونسكو الأسكوا طلبت منا إجراء بحث في ميادين التغيير في الجمهورية اليمنية، ما مدى إدراك الشباب لمفهوم الانتقال الديمقراطي، مفهوم العدالة الانتقالية، مفهوم بناء التوافقات. فالدراسة اكتشفت أن حتى قيادات الجماعات الشبابية لا تدرك هذا. عندما جاءت هذه المخرجات، كنا من البحرين، من اليمن، من مصر، ومن تقريبا حتى أخذوا دولة أخرى تقريبا لبنان وغيره، فاتضح تغيرت وجهة النظر الغربية في آلية المعالجة. لأن أي جماعة ثورية أو تغييرية لا تحمل قيم التسوية يمكن لها أن ترتكب كوارث أكثر. بالتالي لابد أن ندرك أن نمر في مرحلة انتقالية تقوم على التسوية والمصالحة مع الذاكرة، وعلى ليس عنفا للعنف. بالتالي ينبغي أن تكون القيادات، ومن هنا اليمن عندما اكتشف المجتمع الغربي أن ليس لدينا جيشا وطنيا وأن الشباب ثائرون ومحتجون وعاطفيون، لكن لا يدركون ما يسمى بآلية الانتقال. ولذلك وقع مؤتمر في قطر حول تسوية النزاعات ديمقراطيا، وكان مفهوم حتى في مؤتمرات الشرق الأوسط لم يكن هذه المفردة موجودة. بدأ الاهتمام الغربي بها وبدأنا نتحدث عن الانتقال الديمقراطي، وهذا سيكون عنصر نقاشنا اليوم في اليمن، الانتقال الديمقراطي. هل نحن يعني قيل أن العدالة الانتقالية تأتي من مسارين، إما انتقال من بيئة سياسية شمولية مستبدة إلى حكم ديمقراطي، أو نتيجة احتراب وصلح بين طرفين يتم الاتفاق فيها على مفهوم العدالة الانتقالية؟ نحن في أي جهة يمكن أن تقريبا كل المقاربات تنطبق على اليمن. يمكن للسلطة كانت كما هو المغرب أن تقوم بعدالة انتقالية مع المختفين قسريا والسجناء وتعمل مصالحة، والدولة تكون هي
هي من تقوم بهذا، هي من تقوم بذلك، وتشكل لجنة من مجتمع مدني وحقوقيين وناشطين وهكذا، وسنتحدث عن مراحلها واختصاصها الزمني واختصاصها النوعي وكيف تتشكل وكيف ما هي احقاق الحقيقة وجبر الضرر، سنتحدث عن هذا. لكن في اليمن واحيانا قد تقام آلية العدالة الانتقالية باتفاق بين المتحاربين، كما سنتحدث عنه بتجربة، وساربط ما حدث في السلفادور بما يحدث في الكويت، كيف يمكن لنا ان نتحدث مع والد الشيخ عن هذه التجربة في السلفادور. ومن هنا اليمن سأعطيك مثل بسيط حتى الشعب اليمني يفهم ما معنى عدالة. لو كنا قبل إعلان الوحدة اليمنية في علم الانتقال آلية من آلية مرتكزة من مرتكزات الانتقال العدالة الانتقالية، ماذا حدث في 94؟ حدث أنه نحن لدينا 96 زمرة وطغمة، لدينا حروب بين شطرين، لدينا ما يسمى التعبئة، تعبئة الحزبية والجماعاتية، أن هناك جماعة يسارية كفار وهنا جماعة متشددة، لدينا تفجيرات المناطق الوسطى، لدينا أحداث الحجرية، لدينا اختفاء الناصريين، كل هذا النزوع، إذا لدينا تعبئة عقدية أو عقائدية للجيش ليس لمحاربة الخارجي بل للمحارب بين الشطرين، تعبئة طويلة. عندما تمت الوحدة، وهذا سنربطه بالآن بالتحول الآن حتى يفهم المجتمع لماذا عدالة انتقالية، عندما تتم الانتقال يعني أول تحقيق الوحدة لابد أن تكون لنا ثلاثة شروط: يا تكون النخبة السياسية قائدة، بمعنى يكون الشعب اليمني ليس لديه وعي بالديمقراطية والتحول، يكون معنا نخبة هي تسيرنا، أو المجتمع عندنا حراك اجتماعي قوي وحركات اجتماعية مشددة تضغط على السلطة بالتغيير، تحدث تغيير، والسلطة نظرة للكلفة الأمنية، كلفة الأمنية بمعنى إيش؟ أن لو قمعت الشعب أكثر سيحدث أكثر، سدخلت في متفاوض اتفقوا على العدالة الانتقالية. بعد ما حققنا الوحدة كان هناك تصفية الكوادر، كان هناك عدم الثقة بين الجماعات، الطغمة انضمت في 94 مع مين؟ كان النزوع نحو إيش؟ النزوع نحو الاحتراب، نحو أننا ندخل في معركة نصفي حسابات، النزوع أنه إحنا خائفين من هؤلاء اليساريين الذين هم يحملوا فكر يعني ربما لأنه عبيته أنا 30 سنة ولا 20 سنة أنه كافر، النزوع هنا عدم الثقة بالقوى التقليدية أنها قائدة للتحديث، كل هذا التراكم مع المختفي قسريا أدى بالنزوع إلى الاقتتال الطرف. لو كنا إحنا طبقنا عدالة انتقالية من حيث مجاهدة التاريخ، المصالحة بين الطغمة والزمرة، إعادة الاعتبار للضحايا كما هو متفق عليه، إعلان إعادة الاعتبار للمختفين قسريا، إيجاد ما يسمى حوارات ديمقراطية شاملة مع المجتمع حول الضحايا، في كثير من الآليات كن سيكون هناك نزوع نحو الالتحام، نزوع نحو الوحدة. ولهذا هذه الآلية في اليمن آلية تعد ما يسمى ضرورية جبرية في اليمن. لماذا؟ لأننا لدينا تراكم يمتد منذ الستينات بين الجمهوريين والملكيين، نحن ندفع ثمنه الآن. نعم، يعني هل هذا ما دعا يعني في مؤتمر الحوار الوطني أن تعود مسألة العدالة الانتقالية إلى الستينات؟ يعني هذا كان العودة للستينات كذا، هذا نوع شوفي كان نوع من المغالطة على الشعب اليمني. لماذا؟ لأن لا يمكن لك الحدث الرئيسي والدم الحي والثار الحي هو ما حدث في 2011 مع الشباب، بالتالي عندما تمنح الحصانة لا معنى أن تشكل لجنة للعدالة الانتقالية، لا معنى أن تذهب إلى 62 وأنت الدم ما زال هنا حي، ما زال راكب معك. بالتالي ارتكبنا خطأ في 94 في 2011 عندما منحت الحصانة، وكان منح الحصانة حتى تصاريح الأمم المتحدة تتحدث مع المجتمع تقول نحن يعني هذا يخالف المواثيق، لكن طالما سيخفف الكلفة، بمعنى أن انسحاب هذه الجماعات سيخفف الاحتراب، لأنه في الهدف ماذا الهدف في النهاية؟ الهدف في النهاية تخفيف الكلفة. حتى لو غضينا الطرف عن العدالة الانتقالية، ليس بالضرورة عدالة انتقالية محاكمات، ممكن عدالة انتقالية تصبح عبارة عن إعلان عفو عام، يعني هناك أكثر من طريقة من شكلها. ما هي أشكال العدالة الانتقالية التي ربما يعني دعنا نقول تتناسب مع طبيعة المجتمع اليمني، حتى لو فكرنا بها مستقبلا تستطيع أن تلم الشمل من جديد؟ عندنا الوضع معقد تماما. العدالة الانتقالية تتطلب أحيانا لابد من موافقة السلطة عليها، ولابد من موافقة الأطراف المشاركة، فكان
المخلوع صالح والجماعة الذين قاموا بارتكاب انتهاك حقوق الإنسان يعني يتهربون من هذا لأنهم سيكونوا أمام مدانين أمام مدانين المجتمع. حاولوا جر أطراف كما الرئيس عبد ربه وعلي محسن إلى آخره إلى 94 قروهم إلى 2 إلى مراحل 86 لماذا؟ ليصبحوا الجميع مشتركين الجميع مشتركين الدوام. لأنه هذا ينقصه عنصر واحد ما يسمى الشجاعة. الشجاعة في مواجهة الماضي أول عنصر لأن هؤلاء لا يمتلكون يعني قناعة واعتقاد بحب الوطن. الذي يمتلك حبا لهذا الوطن الذي يرغب بالسلام الذي يرغب بحب الشعب اليمني سيكون لديه الشجاعة لمواجهة الماضي. هذا يحتاج إلى نخبة ويحتاج إلى مجتمع مدني فاعل يضغط لنعلن مواجهتنا للماضي. لكن عندما حاولوا التنصل من العدالة الانتقالية 94 قرتنا التسامح يقولوا التسامح مع من ارتكبوا انتهاكات في 2011 أدى بنا إلى احتلال صنعاء. لو كان هناك عقابا لكل نعم. من انتهك يعني الحقوق نعم. لما تجرأ هذا لارتكاب 2000 لأنه في الأخير الجميع يفكر أنه ستنتهي كل هذه المسألة بمصالحة هو جاءت سياسية. العدالة الانتقالية لتلافي قصور الهروب أو التنصل من تحمل ما قمت به من انتهاكات. بالتالي يعني ثقافة التنصل من تحمل المسؤولية القطع مع هذه الثقافة يتم بالعدالة الانتقالية. لذلك المجتمعات العربية اليمن والعرب والعالم الثالث لماذا هذه الانتهاكات المتكررة؟ لدينا ثقافة التهرب من العقاب. هذه ثقافة التهرب من العقاب لو وجدت العدالة الانتقالية لما تم انقلاب 2015 لأن سيكون هناك محاكمات. وطبعا المحاكمات لا تعني الهيئة القضائية الانتقالية هي هيئة وسيط بين الدولة والمجتمع ليس قضاء. هم مجموعة نعم من المدنيين يقوموا بتقسيم الحقائق وبالتالي قد يتخذون قرار يعني حتى بالعفو العام لأنه تحصل أحيانا بعض الجماعات العسكرية تقوم بالتهديد والانقلابات. بالتالي إعادة الاعتبار للضحايا وعمل بنوع من التعبية العامة وتوسيع الثقافة الديمقراطية أحيانا يؤدي الغرض إضافة إلى قبر الضرر سنتحدث عليه لدينا وقت مش عارف نعم كيف الوقت نعم دعنا فقط نشرك معنا في حديثنا المحامي عبد الرحمن برمان عضو اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان عبر الهاتف من عدن. مساء الخير أستاذ عبد الرحمن. أستاذ عبد الرحمن هل تسمعني؟ أستاذ عبد الرحمن يبدو أننا فقدنا الاتصال. نعود إليك أستاذ دكتور عبد الباقي. نعم يعني طيب لو تحدثنا دكتور يعني هناك حديث يجري عن مصالحة سياسية الآن في مشاورات الكويت، هل يمكن أن تتم مثل هذه المصالحة دون إنصاف للضحايا؟ أثبتت كل التجارب وسأعرف لك هنا تعريف يقول هي مقاربة لتحقيق العدالة في فترة الانتقال أو النزاع وقمع الدولة من خلال محاولة تحقيق المحاسبة وتعويض الضحايا. وبالتالي يعني الأمم المتحدة تعلم مسبقا والأمين العام يعلم مسبقا ها نعم. أنه لا يمكن لك أن تحقق انتقالا ديمقراطيا أو انتقالا في السلطة إلا باعتماد استراتيجية أو آلية العدالة الانتقالية التي تمر بمجموعة من المراحل سنتحدث عليها كيف نعم. الاعتبار ما هي هذه الآلية سنتحدث طيب عندك أولا في هناك اللي هي الادعاءات الجنائية اللي هي ممكن لك كما حدث في ألمانيا وغيره ترفع قضايا محاكمة تشيلي يعني رئيس تشيلي هذه للمحاكم الدولية وقد تكون محاكم إقليمية هذه وحدها نعم. ثم هناك لجان تقصي الحقائق هذه لها يتم تعيينها من قبل رئيس الجمهورية أو من قبل رئيس الحكومة حسب الدولة وحسب النظام الحكومي الدولة نعم. وبالتالي هذه يتم لها تعيين ما يسمى الاختصاص الزمني والاختصاص النوعي. مثلا باليمن أقول لك أنا سأختص الاختصاص النوعي هي مثلا لو أخذنا المختفين قسريا مهمتها النوعية الوظيفية أو النوعية تقصي حقائق المختفين قسريا الفترة الزمنية عام كذا هذه اختصاص الزمني. ثم هي تقوم هذه اللجنة بإجراء تقصي حقائق بمقابلات بتحقيقات وبالتالي بعد كل هذا تقوم بجبر الضرر. وسأعطي بعض الأمثلة حتى على المختفين قسريا قبل الجريمة الكبرى الاغتيال. بعد ذلك يعيد الاعتبار ما يسمى جبر الضرر. جبر الضرر هذا رمزي أو مادي؟ المادي بعض الدول في أمريكا اللاتينية كانت تدفع عن كل ساحة سجن مال
نعم عن كل ساحة سجن تدفع مبالغ والميزانية استنزفت لأن تعويض قبل الضرر الفردي وجماعي. قد يكون مثلا زوجها في السجن، يعني أولادها فقدوا التعليم، فقدوا التدريس، عاشوا رعب نفسي، هذا معوضوا، يتم التعويض. الرمزي أيضا تسمية مدارس بأسمائهم، عمل شوارع تذكار شوارع. نعم. بعدين يجي عندنا بعد ذلك إصلاح المؤسسات، بمعنى نشوف أين الخلل في الاختفاء القسري، نقوم بعد ذلك بتوصيات لإصلاح قانون كذا، إصلاح قانون كذا. نأتي بعدين إلى عملية عندنا الاغتيالات في الموتور سيكل مثلا. نعم. لحظة دكتور، يعني أعود إليك عند هذه النقطة، نتوقف عندها ونشرك معنا المحامي عبد الرحمن برمان عضو اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان عبر الهاتف من عدن. مساء الخير أستاذ عبد الرحمن. مساء النور أستاذ عبد الرحمن. بداية، يعني هل يأتي تشكيل اللجنة الوطنية للادعاءات منتهكي حقوق الإنسان مدخل مهم للعدالة الانتقالية برأيك؟ أولا مساء الخير لك ولضيفك الكريم والمشاهدين الكرام. أعتقد أنه اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان جاءت بداية من أجل تحقيق العدالة، ومن أجل عدم إفلات المجرمين ومرتكبي الجرائم من العقاب، ومن أجل أيضا تعويض المتضررين، ومن أجل حفظ الذاكرة الوطنية، ومن أجل أيضا تحقيق العدالة الانتقالية، لأنه اليمن مرت مرحلة صعبة وشديدة منذ 2011، وحدثت هناك انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان، فكان لابد أن يحصل كل ما ذكرت سابقا، لابد ما يكون هناك عدالة، ولابد ما يكون هناك تحقيق، ولابد ما يكون هناك حفظ للذاكرة الوطنية، ثم بعد ذلك تأتي العدالة الانتقالية. نعم. طيب، هل يعني منذ تشكيل اللجنة أستاذ عبد الرحمن، ما الذي قدمته حتى الآن، يعني من خلال متابعتك لسير أعمالها؟ حقيقة نحن بدأنا أولا عددنا اللوائح والنظمة الداخلية، وقمنا بتجهيز الجوانب الإدارية وإعداد المقر في عدن، ثم بعد ذلك تم اختيار أسير راصد وتدريبهم من جميع المحافظات، وتم أيضا بدء عملية الرصد منذ منتصف شهر فبراير من هذا العام، ويعني إلى الآن تقريبا حوالي 4 أشهر ونحن في عملية الرصد. ومنذ بداية مايو، أي قبل حوالي 30 يوم، بدأت عمليات التحقيق في المرحلة الثانية، وهي عمليات التحقيق بعد اختيار في محافظة عدن والمحافظة المجاورة لها، بعد اختيار محققين من أكفأ المحققين في النيابة العامة. وبدأت الآن تحقيقات، وبدأنا ركزنا على الجرائم الجماعية والمجازر التي ارتكبت من قبل الأطراف. نعم. حاليا لدينا ما يقارب حوالي 500 جريمة أو قضية أو ادعاء أو لانتهاك تم رصدها في الميدان، ونحن لازلنا عملية الرصد مستمرة، وأيضا عملية التحقيق سوف تبدأ في المحافظات الأخرى إن شاء الله قريب. نعم. هل الأجواء مهيئة أستاذ عبد الرحمن لعمل اللجنة حاليا، خاصة في ظل هذه الأوضاع؟ حقيقة نحن نعمل في ظل ظروف صعبة جدا، خصوصا في ظل استمرار الحرب واستمرار يعني الانتهاكات وصعوبة التنقل بين المحافظات للراصدين وأيضا لأعضاء اللجنة، لكن كان لابد علينا أن نستمر في العمل، لأنه اللجنة يعني حدد لها موعد سنة منذ سبتمبر الماضي، أي أنه لم يبقى إلا أشهر قليلة، تقريبا 3 إلى 3 أشهر وتنتهي مدتها، على الرغم أنه القرار الجمهوري يعني أعطى الرئيس الجمهورية يعني يجدد للجنة سنة أخرى في حال ما إذا استدعى الأمر ذلك بناء على الطلب من قبل اللجنة. أعتقد أنه كان لابد أن تستمر اللجنة في عملها، وحتى وكلما تهيأت الظروف أكثر كلما أنجزنا عمل أكبر. نعم، خاصة في ظل استمرار انتهاك حقوق الإنسان حتى اللحظة، يعني لم تتوقف هذه الانتهاكات. نعم، الانتهاكات مستمرة يعني يوميا، ونحن نتلقى بلاغات والراصدين في الميدان يرصدوا بلاغات، يعني انتهاكات جديدة تستمر في كل المناحي، العمليات القتل والإصابة والحصار والتدمير والقصف، كلها لازالت مستمرة، ونحن نرصد كل هذه الانتهاكات التي تصلنا من قبل المواطنين أو يرصدها الراصدين أو من قبل المنظمات الحقوقية التي قدمت لنا بلاغات وقدمت لنا تقاريرها وما أرصدته خلال الفترة الماضية. نعم. طيب أستاذ عبد الرحمن، ما خطورة أي مصالحة سياسية برأيك تتجاوز إنصاف الضحايا وتلتف على المواثيق الدولية والإنسانية؟ هو طبعا نحن شاهدنا أنه في 2011 تمت مصالحة سياسية،
لم يتم يعني لم يحدث أي تحقيق ولم يتم هناك فضح للجناه ولم يتم هناك أي إنصاف للضحايا، وبذلك استمرت العملية، لم يكن هناك ردع. بذلك هناك اتفاقية دولية وهي الاتفاقية الدولية لعدم الإفلات من العقاب، لأنه فقهاء القانون الجنائي الدولي يؤكدوا على أنه الإفلات من العقاب يؤدي إلى استمرار الجريمة، يعني ستستمر الانتهاكات، ستستمر الحروب. لكن في حال ما إذا حصل التحقيق وحصل يعني معرفة الجناه وحصلت أيضا عمليات الردع من خلال ما ستقوم به اللجنة وإحالة القضايا التي ستحقق فيها والأسماء، نحن لن نحقق مجرد تحقيق عام ونتحدث عن أطراف، ولكن سنتحدث عن أسماء محددة، سيكون هناك قائمة بالمنتهكين ستتم إحالتهم إلى النيابة العامة لبدء عملية محاكمتهم أمام القضاء اليمني، وسنقدم أيضا أمام المحافل الدولية ومجلس حقوق الإنسان والتقارير التي سنتوصل إليها حتى تكون هناك إجراءات دولية رادعة. نعم، هل يمكن يعني أن نقول أن وجود اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات منتهكي حقوق الإنسان قد يعني تكون بديل أو تلافي للخطأ الذي حدث في 2011 وستقوم بمقام لجان العدالة الانتقالية؟ هو يعني لن تقوم مقام لجان العدالة الانتقالية، لكنها ستكون جزء من تحقيق العدالة الانتقالية وستكون مهيئة أساسي لقيام عدالة انتقالية. لا يمكن قيام عدالة انتقالية ما لم يكن هناك تحقيق، ما لم يكن هناك تحديد للجهات التي مارست الانتهاكات، ما لم يكن هناك محاسبة، ما لم يكن هناك أي يعني إدانة لهذه الجهات، ثم بعد ذلك نفكر في عملية العدالة الانتقالية. نعم، إذن شكرا جزيلا لك المحامي عبد الرحمن برمان، عضو اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات منتهكي حقوق الإنسان، كنت معنا عبر الهاتف من عدن. عودة إليك دكتور، يعني تعقيبا يعني قبل أن نعود للنقطة التي قطعتك فيها، كيف تجد عمل اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات حقوق الإنسان أو منتهكي حقوق الإنسان؟ هل يمكن أن تقوم بجزء من الدور المطلوب لتحقيق العدالة الانتقالية؟ أعتقد ممكن تكون إذا عملت بشكل جيد وقامت بتقصي الحقائق وجمع ما يسمى بالداتا المعلومات، يمكن أن تقدم في المستقبل إلى هيئة الإنصاف أو هيئة العدالة الانتقالية، إلى هيئة العدالة الانتقالية في المستقبل. نعم، يعني بالتالي أعتقد أنها حتى الآن نحن نتابعها، ولكن يبدو أنها تواجه عراقيل كثيرة، ولا يمكن لنا أن نحقق ما يسمى مقاصد العدالة الانتقالية من خلال هذه اللجنة، ولكن ستساعد هذه اللجنة العدالة الانتقالية. دعني أذهب إلى موقف إلى تدخل عملي. نعم، الآن في الكويت أنا أتمنى من وفدنا الشرعية أن يستفيد من تجربة السلفادور. السلفادور يعني أنت الآن عندما ذهبت للنقاط الخمس لقد فوت على الشعب اليمني كل ملف حقوق الإنسان. بالتالي في السلفادور بين فاراباندي، جبهة فاراباندي والسلطة عام تقريبا 91، اتفق الجانبين لما يكون هناك توجه للسلام على تشكيل لجنة عدالة انتقالية من عين أعضائها الأمين العام للأمم المتحدة. نحن من قناة بلقيس نطالب ولد الشيخ وعن طريقه إلى الأمين العام للأمم المتحدة وعلى وفد الشرعية أن يضغط أن يشكل لجنة ويضغط على الطرف الآخر لتشكيل لجنة عدالة انتقالية كما هي تجربة السلفادور، وبالتالي نترك للأمين العام وللأمم المتحدة التي تتجاوز الأدبيات أن تقارب، رغم الاختلاف هنا انقلاب وهنا جبهة، ولكن نحن نعتبر الانقلابين هم الجبهة فاراماندي والسلطة الشرعية هي الطرف الآخر، ومن هنا نفوض الأمين العام للأمم المتحدة بتعيين لجنة لتقصي الحقائق منذ الانقلاب حتى هذه اللحظة. نعم، يعني تكون الاختصاص الزمني سنة. حكاية 2014-2011 نعود إليها دكتور. لا، أنا أقصد هذا. نعم، العنصر الآن، هذا العنصر الآن لدينا نحن تجارب دولية نستطيع أن نضغط من الكويت بأننا مع النقاط الخمس وأيضا مع العدالة الانتقالية، وبالتالي عندما يكون لدينا نموذج نعم، نتحدث عنه دكتور إذا سمحت لنا بعد هذا الفاصل. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ونعود إليكم.
أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، مرحبا بك مرة أخرى دكتور عبد الباقي. دكتور، يعني ونحن نتحدث عن ما يحدث الآن في الكويت، هناك قيمة للسلام مطلوبة من الجميع، ولكن ما قيمة هذا السلام إذا لم يحمل العدالة والإنصاف للضحايا؟ نحن لا نتحدث عن خيار أننا سنحقق استقرار عن طريق الكويت. أنا أقول في حال ما فشلت مشاورة الكويت لن يكون هناك كويت اثنين. نحن سنذهب إلى خيار أحادي، وعلى السلطة أن تذهب إلى السلام لمؤسسة الضغط الدولي، ولكن نحن من خلال التجربة اكتشفنا أن للإنقلابيين مشاريع واضحة ومسارات واضحة لاستعادة السلطة، لكن أيضا ضغط السلطة ما زال ضعيفا. يعني أداء السلطة من حيث توظيف التراث الدولي والتراث العالمي في الضغط وامتلاك أوراق كما هي أوراق العدالة الانتقالية، يعني أن تجربة السلفادور عندما نحن الآن نعرف أنه يعني تحقيق العدالة بالطريقة التي اتبعناها من 2011 إلى قبل الانقلاب كان هناك تنصل، وكان حتى الرئيس عبد الرب منصور يستخدمها نوع من الضغط والتهديد للإخضاع، ولم تكن هناك نية صادقة، لأن هناك من أخافهم بأنهم في حال إصدار القرار سيتم محاكمتهم، بالتالي كان هناك ضغوط من عدة مصادر عسكرية وقيادة عسكرية عليا أنكم يقفوا ضد هذا المشروع لأنكم ستكونوا مستهدفون. وبالتالي نظرا لغياب هذه الثقافة نحن نقول لوفدنا في الكويت الآن أنت موقفك ضعيف وما زلت متمسك بالخمس نقاط ومتارك لنا سنة من الانتهاكات وانقلاب، إذن اعتمد تجربة سلفادور واضغط على الأمم المتحدة وعلى فريق وشكل نقطة سادسة لكشف الانقلابيين بأننا نحن، أنتم تقولوا ارتكبنا انتهاكات، أنتم تقولوا ذلك، إذن نحن نفوض الأمين العام كما هي تجربة السلفادور مع جبهة فرا باندي لتحرير وطني والسلطة الشرعية، والأمين العام يشكل فريق دولي ومحلي، يمكن لك الحق لأن العدالة الانتقالية تجارب مختلفة، يمكن أن يكون فريق نصفه وطني ونصفه دولي، يمكن يكون عدده 21 يمكن يكون 11، بالتالي هنا حرية في التعامل، يمكن تؤدي إلى محاكمات، يمكن تؤدي إلى عفو عام مع إعادة تعتبر الضحايا. نحن لدينا ما يقارب تجارب السلفادور، تجارب جنتوامو، تجارب كثيرة جدا، المغرب، جنوب افريقيا، ممكن تعمل. يعني مثلا في الارجنتين لما حاولوا يعملوا محاكمات عسكرية الجيش بدأ ينقلب، لما ذهبوا الى المدنيين الى المجتمع المدني بدأ هناك اضطرابات، البنك الدولي لا يريد، طالب بالقروض، بالتالي اتخذت الارجنتين. هل الاقرب لنا تجربة السلفادور؟ اعتقد ليس الحل الاقرب، نحن انا اتكلم على السلفادور كحل للف والدوران اليمني، بمعنى انه نشكل لجنة من عبد ربه انه هل بيخضع الطرف الاخر. نحن نجبر المجتمع الدولي انه عندكم تجربه دوليه سابقه في السلفادور، الامين العام عين بالاتفاق مع الجماعه هم عندهم يتحدثون عن السلام، هم يتحدثون انهم مظلومون، يتحدثون عن الانتهاكات، اذا نفوض نحن الشرعيه، اعتقد الطريقه الشرعيه، ووفد الانقلابيين الامين العام للامم المتحده بتشكيل لجنه عداله انتقاليه اختصاصها الزمني 2000 من سبتمبر إلى إبريل أو هكذا تحدد المسافة إلى حتى إيقاف وقت إطلاق النار وما بعده من انتهاكات، وبالتالي نترك نحن 2011 لنعملها أيضا لجنة أخرى، يعني إذا كان فيها لف ودوران والتفافات وحسابات وحصانة، حتى أيضا ما الحصانة كان هناك ارتكاب خطيئة بالحصانة، لأن لا يمكن لنا، شوفي يعني كان في نوع من المغالطة، لا يمكن لك تمنع حصانة ثم يعني تتحدث عن عدالة انتقالية. كان على الأقل على المبادرة الخليجية أن تمنح الحصانة وتنص على مادة بانسحاب هذا الطرف من المشهد السياسي على الأقل، يعني. لكن أنت منحت حصانة ولم تشمل مراقبة عقابية للجماعات ولم تعمل نص على انسحابه من السلطة السياسية وتتحدث عن عدالة انتقالية، هذا يعني لا يمكن يتداخل بين مبادئ والمجتمع الدولي. وابن عمر صرح وقال نحن غير ملزمون، والمجتمع الغربي لم يكن يرغب، وحتى بعض الدول الخليجية في ذلك الفترة الدول الخليج لم تكن ترغب بخروج المخلوع صالح من المشهد، لأنها تريد أن في إذن في إذن تقرير يعني لو سمحتي في تقرير في الأمم في المجلس الشيوخ الأمريكي بعد اللي ما أخبرتك به عند دراسات جماعات الاحتجاج في الوطن العربي وحدثتك عنها على الأمم المتحدة، قال بالحرف الواحد التقرير لا يمكن إحداث تسوية في اليمن عن طريق اجتثاث الجماعات، لابد أن يبقى صالح والإصلاح
والحوثيين، وبالتالي يصبح التوازن في الحقل، وهذا طيب. تقرير للكونغرس الأمريكي. نعم. طيب دكتور، يعني لو تحدثنا عن هذه الفكرة التي تطرقها أنت، لكننا لا نجدها فعليا في مشارة الكويت. لا أحد يتحدث عن ضحايا، لا أحد يتحدث عن انتهاكات يعني يجب أن يتم ملاحقة ومحاسبة المتضررين بها. كل ما يدور الحديث عنه، أنا أعاني من صدمة فظيعة جدا، لأنه أولا في اتفاق بيل في سويسرا الحوثيين كان الفترة قصيرة للالتقاء، اللقاء الثاني أخذوا وقت ما يقارب 4 أشهر حتى يروحوا إلى الكويت، بالتالي هم عرفوا التوجهات، عدوا العدة إلى حكومة توافقية. بالتالي أنت عندما السلطة الشرعية تتحدث لي عن انسحاب من المدن، هذا أنا أصاب بالإحباط عندما تقول لي انسحاب من المدن. 60,000 جندي وضابط تم تعيينهم، تغيير الخارطة الوظيفية، لما ينسحبوا من المدن سينسحبوا الميليشيات إلى صعدة شكلوا كتلة عسكرية، بالتالي جامعات صنعاء، المؤسسة الاستخباراتية، المؤسسات، كل التعيينات من السلالة التي تدعي الهاشمية هذه. بالتالي أنت الآن العاصمة تحت السيطرة. عندما تطالب بالانسحاب من المدن كان خلال الفترة إصدار قرار مجلس الأمن في 2016، لأنه ما زال لم يحدث تغيير بالهيكل الوظيفي. عندما تتحدث عن انسحاب من المدن تسليم السلاح وأنت طيب ضعيف. نعم، نذهب فقط لهذا الفاصل ثم نعود إليك لمواصلة هذا الحديث عن العدالة الانتقالية. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير نعود إليكم. والجمهورية هي جمهورية الشعب، والدولة هي دولة الشعب، والأموال هي أموال الشعب، والعزة والكرامة والحرية كلها من كل شعب، وليس فوق شعبنا قوة إلا قوة الله. جديد مشاهدينا الكرام، مرحبا بك مرة أخرى دكتور عبد الباقي. دكتور عبد الباقي، يعني كنا نتحدث عن يعني أن هناك قوة دولية ربما تقف خلف موضوع أن يجري توافق بمعزل عن حديث عن عدالة انتقالية، يعني يراد كما يقال تطبيق سلام سريع حتى تنتهي الحرب فقط، وهذا ما يسمى أو ما يقال عنه يعني فقط أن تخمد النار ولكن لا توجد حلول حقيقية وجذرية لما حدث، وهذا ربما يكون مؤشر لحروب قادمة. هل تتفق مع هذا الرأي؟ أتفق مع هذا الرأي في إطار أن تكون اليمن هي العراق، بمعنى أن يكون حقل مضطرب ولكنه تحت السيطرة، وبالتالي العدالة الانتقالية ستؤدي إلى ما يسمى يعني الاستقرار المستدام، وهذا غير مطلوب. المطلوب أن تكون هناك الجماعات كلها متساوية، وأضعف طرف في هذه الجماعة هي السلطة، وبالتالي لا يمكن سحب السلاح، لا يمكن إجراء عدالة انتقالية. ولهذا أقول الورقة واللاعب الرئيس هي السلطة الشرعية والنخب السياسية اليمنية. انتظر بهذه الورقة. الورقة لما يكون لدى النخبة اليمنية يتصور أننا خلاص أوكي، نحن لدينا تلاعب في معنا حدث 86، معنا من 62، من نجدعه في هذا، نحن سنعالج هذا، نحن الآن أمام انقلاب في الكويت، يكون حديثي عن عدالة انتقالية لما حدث من بهذه الفترة من 2011 على الحصانة، الآن مع ما تم المخلوع صالح تم به، هذا لا يتم التعامل معه كما كان في مخرجات الحوار، هذا يجي نخبة ثانية تتحدث عن أن هناك طرف قام بانقلاب، وهذا الانقلاب يعني خرج يعني أسقط منه الحصانة، وبالتالي على الدولة أن تحقق عدالة انتقالية ل 2011، لأن هذا الطرف لم يلتزم بالمبادرة الخليجية.
الآن في جزء من المؤتمر مع السلطة الشرعية، على هذا المؤتمر أن يكون هو أحد المكونات ويستمر في هذا التوجه. لدينا قضايا أخرى من 6-8 أخرى، هذا ما يسمى شكل لها لجان في المستقبل. السلطة لما يكون لها رؤية للمعالجة حقيقية، هناك لجان حسب الاختصاص الزمني والاختصاص النوعي. بالتالي يمكن أن أخذ المختفين قسريا لجنة، يمكن أعطي لهذه اللجنة، يمكن أعطيها سنتين، لكن لأننا في مرحلة انقلاب يمكن لي أن أقوم بتشكيل لجنة اختصاصها الزمني سنة أو 6 أشهر أو 4 أشهر، مهمتها هذه التسوية. لأننا إذا خرجنا ليس بالإمكان أن نلتقي مع يحيى الشامي، عبد الملك الحوثي، ومحمد عبد السلام فليتا. هل يمكن نلتقي معهم في حكومة؟ هل يمكن أن نتجاوز بعض نقاط العدالة الانتقالية ألا تطبق جميعها بحذافيرها؟ مثلا يعني لا يوجد لنقل كشف الحقيقة، وإنما تم جبر الضرر وإنصاف للضحايا. هل يمكن جميل السؤال. يعني هناك من بالعدالة الانتقالية ما يسمى الفجوة بين المواثيق حقوق الإنسان وانتظارات الضحايا، يعني قد تكون الفجوة واسعة ومصدمة. لكن هناك مرجعيات العدالة الانتقالية: مبادئ حقوق الإنسان، القيم الديمقراطية، سيابة القانون. ثلاث مرجعيات أساسية. قد ننفذ، يعني أنا أقول لك قد ننفذ محاكمات، وقد لا تحدث لأنه بيكون الضرر عالي. مثلا أنت ستحاكم جماعة عسكرية ستقوم بانقلاب، تجد أنك ستحاكم نصف المجتمع، يعني قد يدخل المدنيين، قد يدخل المشاركين، كثير من ما بتفعل تعلن عفو عم شريطتها أن يعيد الاعتبار للضحايا. هذا الضحايا يعبروا عن ما حدث لهم، يعد لهم قبر، يعني دون كشف الحقيقة يمكن ذلك؟ لا، لازم من كشف الحقيقة، لازم نقول أنه حدث. إذن لا توجد شجاعة أمام أي طرف من كشف الحقيقة. أنت تتحدث في العموم وتخرج الرؤوس الكبيرة، ولكن لابد للمجتمع أن يعرف الكلفة. دكتور، يعني لا صالح سيخرج للاعتراف بجرائمه، لا الحوثي سيتحدث عن انقلاب، لا هناك لجان، لا التحالف سيتحدث عن المدنيين الذين سقطوا، لا هناك لجان، من لديه الجرأة؟ هناك لن يتحدث، ولكن هناك تجمع تقصي حقائق، وهناك أطراف، وهناك تحقيقات، وهناك لجان ستجمع اللجان وسيعلن عن القتلى، أين دفنوا الناصريين، ما هي أهداف الحجرية المتهم فيها فلان، تفجيرات منطقة الوسطى، قد يكون حديث فلان، من الذي اغتال إبراهيم الحمدي، كل هذه. لكن نحن هذا الكلام لا نريد نفتح هذه الجبهات، الناس يخافوا من الجبهات هذه، لا، نحن الآن نركز على الجبهات ونعمل خطة. خطتنا الأولى الأمين العام للأمم المتحدة وشكل لجنة تقصي، لجنة عدالة انتقالية لما بعد الانقلاب. دكتور، يعني لأستغل آخر دقيقة معي، في حال تم تجاوز العدالة الانتقالية وترحيل الأزمة للمستقبل كما يحدث، أو لتصبح لمن النموذج الانقسامي خالي من العدالة، ما الذي يجب على أهالي الضحايا والثورة أيضا والمقاومة أن يقومون به؟ المجتمع المدني وأهالي الضحايا هم اللاعب الرئيس الذي يشكل قوة الضغط على السلطة وعلى المجتمع الدولي من خلال شبكات التواصل الاجتماعي ومن خلال الفعاليات المستمرة لفرض عدالة انتقالية بالقوة، لأنه أصبحنا الحراك الاجتماعي، الحراك المجتمعي، الضغط. لا يمكن لنا أن نحدث عدالة انتقالية دون أسر الضحايا المختفيين. لابد أن نعيد الاعتبار لهم، لابد أن يعرف المجتمع حجم خسارة الانقلاب، حجم خسارة 2011، حجم خسارة 94. شوفي ما حدث 94، انشطار بالحالة النفسية بين الشمال والجنوب، اختفاء قسري، معسكرات قتلت، تدمير ميزانية عامة، ناس ماتوا بالآلاف، حروب 6 الصعدة الوهمية. نحن أمام كوارث، نزوح، قتل. لابد المجتمع لما ينظر إلى الكارثة لا يكررها. لابد أن نعمل نص تذكاري للمختفين قسريا، نصب تذكاري ل 2011، نصب تذكاري لكل ضحايا السلالة، حتى المجتمع يعرف ما هي تكلفة السلالة. لابد أن إصلاح المؤسسات، لابد أن إصلاح المؤسسات القانونية والتشريعية والقضائية والجيش، وفرض محاكمات، وعدم غرس وتثبيت ثقافة التخلص من العقاب المنتهكين لحقوق الإنسان. إذن يا دكتور، يعني في مسألة، يعني ولو سنختم يعني بهذه النقطة، هل يمكن أن يعني نتحدث عن المستقبل السياسي دون إزالة المتورطين من المشهد السياسي وهم كل؟ لا يمكن لك الآن أن المجتمع سينفجر إذا ما التقى المشاط على فليتة، على حسن زيد في لجنة نتقاسم الحكومة. هذا يؤدي إلى أنه شهرين تنفجر الوضعية، لأننا لا يمكن أن نعيد بالمنتهك مع الضحية لنطلب منه أن يستمر في الحياة دون محاكمات. إذن شكرا جزيلا لك الأستاذ الدكتور عبد الباقي شمسان، أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة صنعاء، كنت معنا في المساء اليمني لهذا اليوم. لن تنسى أنات الأمهات ولا بكاء الأبناء.
إلا بعدالة انتقالية تحقق لهم على القليل من المداراة لكل هذه الألام. شكرا جزيلا لكم مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، لن نلتقيكم في مسانية من جديد. كونوا برعاية الله وأمنه.